أهلا بكم عبر شارع الفن، نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. مرحبا بخبرية عماشي لليوم وقبلة خاصة وحصرية مع النجم محمد المجذوب داخل أنتيكا بار بيروت، اللي قدم فيه مثلا امبارح حفل ساهر حضروا المئات من رواد الفن والطرب ببيروت. قبل صعود المسرح التقينا بمحمد المجذوب بالكواليس وخبرنا عن إطلاق أغنية جديدة وأعلن لأول مرة عبر شارع الفن، كما وصرح أنه حزين جداً عن الأوضاع الأمنية اللي عم بتصير بين سوريا ولبنان. خلال المقابلة تحدث المجذوب عن حلقة The Voice Senior وشو كان تعليقه. كل هيدا وأكثر منشوفهم سوا بهالتقرير. محمد المجذوب مساء الخير وأهلا وسهلا فيك عبر شارع الفن. رغم كل الظروف بدنا نغني بدنا نرقص اليوم، بالبداية خبرني القلب عم بدق ولا لا؟ أنه الفانز بده يعرفوا محمد المجذوب، وضع القلب شو؟ وضع القلب منيح وقريبا ان شاء الله العرس، وانت بتعرف انك انت معزوم وانت غالي كثير يا حبيب قلبي. بدي رحب فيك ومبسوط كثير انك جيت اليوم. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا المنورين. بدي رحب فيكم فردا فردا وبدي لكم رغم كل المصايب اللي عم نعيشها انتم احلى شيء بالنسبه لي. هلا انا حبيت ان اكون معكم. بدايه بدي اشكر الانتيكا بار اللي جمعني فيكم هالجمعة الحلوة بعد ايام. بداية بدي اتشكر كل الناس اللي حضروا الحلقة، وبدي اقول انه فعلا اول يعني يمكن اكثر حلقة فيني اقول لليوم حقق نجاح لإلي. ريت وشفت كثير تفاعلات حلوة، هذا الشيء كثير بيفرحني من جوا قلبي. بالنسبة للبرنامج حتى الشباب الفرقة كلهم بيعرفوا انه انا ما كتير من الأشخاص اللي بيحضروا أغاني على المسرح، يعني من وحي الناس شو حاب الناس. يعني يمكن أنا عمري صغير بس من مسرح من وقت ما أنا فعلا كنت كتير صغير بقى محضر كل إشي حلوة. طبعا طلع النهار الناس بتحب تسمعها، شاطر، كرامة مرأة، الله شو بحبك، بحسك معي، صار عنا هيك، صار عنا أرجيف حلو كتير نغني للناس. محمد بارح كان انطلاقة أول حلقة من The Voice Senior، شو تعليقك على الحلقة؟ حضرت هلأ بعدت له من شوي فويس لأبو علي من حمزين، وجه له تحية. حبيت هيك، حبيت وجوده كتير باللجنة، وهيدا المكان اللي هو بيلبق له فعلا. أبو علي فنان كتير كبير، وإن شاء الله ألف مبروك هيدي التجربة الحلوة. برنامج حلو ومهضوم وكتير حبيت، و تجربة حلوة يمكن هن بمحل معين عم يلاقوها شوي صعبة، مثل من حمزان مثلا اللي قال على السوشيال ميديا وحكى انه انا بكل تواضع من تجربتي البسيطة عم جرب فيد. بالنهاية ابو علي فنان كتير كبير، وانا بقول له انه فعلا هو من الاشخاص اللي بحق لهم يعطوا رأيهم ونص، والباقيين كمان اكيد الموجودين مثل الست نجوى، سميرة سعيد، الفنان الكبير هاني شاكر. هيك خلطة مهضومة وحلوة، خلي الناس شوي هيك تسلى بالبيت، تموه عن نفسها بهالاوضاع اللي احنا عم نعيشها. بما انه عم نحكي عن الاوضاع، من شوي حصل انفجار تاني ببيروت، ان شاء الله يكون اخر الانفجارات يا رب. كمان تعليقك بتقول ما بعرف، ما لازم يصير شيء، صرت تحس انه خلص لازم يصير شيء. قبل ما تطلع من بيتك لازم تقري المعوذات، ولازم تقري 50 آية قبل ما تطلع. الله يعين الناس فعلا على هالاوضاع الصعبه. وبيروت بلد انا عايش فيه من 2008، ما بيستاهل هالزعل، وما بيستاهل هالظروف اللي عم يمر فيها. وخليني اقول انه من نص قلبي اليوم طالع على المسرح ومقهور، وسجلت فيديو هلا على السوشيال ميديا بدي نزله. ما بحب العالم تشوفني انا ومعصب، انا الناس معود علي انا وعم بضحك. انا كتير مقهور على الشيء اللي عم يصير بسوريا، تقريبا نص غابات سوريا عم تحترق، ووصل لمحل الحريق. اهلي اليوم كانوا عم يحاكوني انه عم نسكر شبابيك لحتى ما يفوت الحريق على البيت، ما يفوت هيدا الشيء اللي عم يطير بالهواء. الله يعين الناس يا رب، وهالابطال اللي عم تجرب تطفي الحريق الله يكون بعونهم يا رب، ويرحم كل شيء استشهدوا هيدا وكل شيء تضرر بهيدي الحرب الكبيرة اللي عم نعيشها نحن بسوريا. وبقول على طول على السوشيال ميديا، وبقول انه نحن فعلا قلنا بس الله. الله يدفع نصيبه، يدفع نصيبه. ما كتير حطول عليك، بعفر عندك مسرح، ولكن ما جديد
محمد المرزوع بتحضر اشي اكيد بالضرور هيك بنفتح الضرور عم نحضر غنية كتير حلوة ان شاء الله قريبا جدا كلمات رح ننزلها الغنية الحب الحب اسمها هيدي سكوب لإلك انا ما حكيت لسه كلمات الشاعر الشاعرة المميزة حياة إسبير والحان فضل سليمان توزيع فادي جيجي صورنا الكليب مبارح وبوقتكم رح تشوفوا شيء كتير حلو من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة